وصفه ديال البغيل سهله، مالها كتوجد 5 ديال الدقائق اللي ما كيصدقش ليها. تجرب هذه الطريقه هذه وترد عليا الخبر. اول حاجه هنا عندي السميده رقيقه، غادي ندير 3 ديال الكيسان السميده رقيقه. معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز الفوريه، خمارة ديال الحلوة، شوية سنيدة، شوية ديال الملحة، وغادي نعبر 4 ديال الكيسان ونص ديال الماء. الماء تيكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، غير دافي شويه وصافي. نجيبو مولينيكس باش نطحنوا هذا البغرير. انا خليته غير الوقت اللي سخنت فيه المقله، وكنجرب وحده صغيره بحال هكا، الا صدقات ليا كنعرف ان البغرير صافي، راه نقدر نبدا نطيب فيه. كيف ما شفتوا هي درتها غير صغيره وتبارك الله هي جات متقبه. كما شفتوا تبارك الله كيجي البغرير ناجح 100%، كله متقب. وكيف ما شفتوا ما خليتوش يخمر، غير الوقت اللي خليت المقله فيه تسخن راه بديت كنطيب فيه. ديك الساعه غير سخنت لي المقله بديت كنطيب فيه. طبيعه الحال المقله تكون ديال البغرير، ما تكونش مطيبين فيها شي حاجه اخرى ولا مجروحه باش يصدق ليكم فيها. حتى المقله راه كتلعب دور، خاص المقله تكون مزيانه صافي، وكتبقى بحال هكا تستمروا وكتكملوا الكميه كامله. نتوما شوفوا تبارك الله كله متقب، مازال كيحمق. كونوا جايين عندكم الضياف ديروه وتحمروا وجهكم، ما تخافوا من حتى شي حاجه. وكيف ما شفتوا 5 ديال الدقائق غيوجد لكم 5 ديال الدقائق ما بين وجدته وبديت نطيب فيه. وبالنسبه للطياب عاوتاني واحد جوج دقائق بحال هكا ولا 3 دقائق حتى كتساليوه كامل، حيت هذا تبارك الله كيخرج لكم خير ربي ديال البغرير. انا غنشارك معكم شحال خرج ليا من وحده، يعني تبارك الله راه كيعطي. وصافي غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل هاد العجينه هذه اللي عندي ديال البرير، ونتلاقى بكم من بعد. والبغرير ديالنا من بعد ما طيبته تبارك الله كامل قدمته لكم بحال هكا، درت معاه شي شويه ديال العسل، وطبيعه الحال تقدروا ديروا حتى شويه ديال الزبده. كيجي تبارك الله خفيف، شوفوا كيفاش كيجي خفيف تبارك الله، ورطب في المذاق ديالو رائع ما نقولش لكم. وكيف ما شفتوا تبارك الله هو متقب كامل، كلهم وحده بوحده كلهم متقبين تبارك الله ما شاء الله. وصفه ناجحه 100%، ديروها وعينيكم مغمضين. بالنسبه للبنات اللي باقيين ما كيزعموش على البغرير اولا كيديروه وما كيصدقش ليهم، جربوا هذه الطريقه هذه كيف ما شفتوا. شاركتها معكم ايطاب باغ ايطاب، ما نقص لكم حتى شي حاجه، ناجحه 100%.
الشعبيه، ديروها عينيكم مغمضين تحمروا بها وجهكم حتى مع الضياف. تقدروا تقدموه مع املو ولا مع زيت ارغان، كل اللي كيبغي يدير املو، كل اللي كيبغي يدير زيت ارغان، كل اللي كيدير العسل والزبده اللي حنا عارفينهم، وكل اللي كيدير حتى الزيت البلديه. مهم طريقه سهله مهله، قدموه على حسب الذوق ديالكم. شاركت معكم هكا وحيده بالعسل وشويه ديال اللوز، جا غزال وخفيف في المذاق، جا كيحمق صراحه. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش تخليو ليا لايك ديالكم وتابوناو لاشين باش توصلوا دائما بالجديد. الا عندكم شي اقتراحات خليهم ليا لتحت في الكومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد دائما على القناه. بسلام عليكم.